هنا في تجمع شمارخ في ريف حلب الشمالي، حيث يعاني أهالي التجمع ونازحوه من تردي واقع شبكة الصرف الصحي وسلبياتها المتراكمة، ولا سيما مع دخول فصل الصيف. أين هو دور المجلس المحلي تجاه هذه المعضلة؟ ما هي أبرز الأسباب والحلول؟ كل ذلك وأكثر نناقشه في هذه الحلقة من برنامجكم مواطن وخدمات، ابقوا معنا. قرية شمارخ تقع في ريف حلب الشمالي وتبعد عن مركز المحافظة نحو 55 كيلومترا. يقطنها قرابة 100,000 نسمة، 90,000 منهم يعيشون ضمن المخيمات. تأسس أول مجلس محلي في القرية أواخر عام 2014. يعمل معظم أهالي البلدة في مجال الزراعة وتربية المواشي. يعاني أهالي القرية من تردي واقع شبكة الصرف الصحي. مشاهدينا الكرام، سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواطن وخدمات. يسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بالضيف الأستاذ حسين خلف، رئيس المجلس المحلي في قرية شمارخ، وأن أرحب أيضا بالجمهور الكريم من أبناء وقاطني هذه القرية الكريمة. أهلا وسهلا بكم جميعا. أستاذ حسين، في بداية هذه الحلقة أهلا وسهلا بك. أنتم مشكورون كمجلس محلي. نحن قبل عدة أيام قمنا بزيارة لهذه القرية الكريمة، وقد قمنا باستطلاع رأي بين المواطنين القاطنين، سواء النازحين أو حتى المقيمين، حول أبرز المشاكل الخدمية التي يعاني منها المواطن. كانت معظم الإجابات، ولا سيما مع دخول فصل الصيف، تصب في بوتقة الصرف الصحي وواقع شبكة الصرف الصحي. أنتم كمجلس محلي ضعنا في واقع شبكة الصرف الصحي بشكل عام داخل هذه القرية وعلى أطرافها. أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله. نشكر الأخوة في قناة حلب اليوم اللي دائما تحمل هموم المنطقة وهموم المواطنين وتشاركنا هذه الهموم. الله يبارك فيكم. نحن طبعا في المجلس المحلي لتجمع شمارخ له أربع قرى: شمارخ، شمارين، تليل الشام، طاطية. في عنا مشاكل في الصرف الصحي في قرية شمارخ وقرية طاطية وقرية تليل الشام. في قرية شمارخ نتيجة الضغط من الأخوة النازحين عندنا بالمنطقة والضغط السكاني، الصرف الصحي سابقا كان مشروع بسيط لم نجري له أي توسعة في الوقت الراهن. لا نحن كمجلس لا يوجد لدينا الإمكانيات، ولا كمنظمات إغاثية أو إنسانية ومنظمات داعمة على الأرض ساعدتني بهذا الموضوع. طبعا في عندي قرية تليل الشام لا يوجد فيها مشروع صرف صحي بالأساس، لأن كانت قرية صغيرة قبل اندلاع الثورة، في واليوم أصبحت من أكبر القرى في الريف الشمالي. يبلغ عدد سكان قرية تليل الشام أكثر من 10,000 نسمة. فقط تليل الشام هي مع النازحين الموجودين في ضمن المنطقة الإدارية للقرية. أيضا في عندي في قرية طاطية لا يوجد بالأساس صرف صحي، ونعاني من هالمشكلة كثيرا في قرية تليل الشام وقرية طاطية، لا يوجد صرف صحي. المعاناة هي تلوث مياه الأبار والمياه الجوفية، تسرب مياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية وبالتالي. طيب أستاذ، يعني منذ متى قد بدأت تتفاقم المشكلة؟ يعني وأدخلنا أكثر في لب المشكلة، يعني الناس كيف يتصرفون، كيف يتعاملون ويزيلون المياه الآسنة، يتخلصون منها؟ بشكل عام جوار فنية معظم الأخوة المواطنين في قرية تليل الشام وقرية طاطية، وقدمنا أكثر من عشرات الكتب للمنظمات الفاعلة على الأرض. قبل الدخول في موضوع المنظمات الفاعلة، منذ متى قد بدأت هذه المشكلة تتفاقم؟ أكثر من سنتين. بالنسبة لشبكة الصرف الصحي، دعنا نتحدث عن داخل بلدة شمارخ. ما هو وضع هذه الشبكة داخل البلدة؟ وضعها سيء جدا وبحاجة لصيانة. دائما فيها زخم، تزخم الشبكة تبع الصرف الصحي. نحن كمعداتنا البسيطة وورشة العمل بالمكتب الخدمي يتوجهوا لإصلاح العطل.
اصلاح اسعافي فقط. طب ما هي المعدات الموجوده لديكم؟ انت قد تحدثت حول معدات بسيطه تملكونها، وايضا ما هو وضع شركه الصرف سواء داخل المخطط التنظيمي او حتى خارج المخطط التنظيمي في داخل القريه؟ وضع مأساوي، وضع قديم جدا، اكثر من عمر شبكه الصرف الصحي في هذه القريه من اكثر من 20 سنه. منذ متى قد تم اخر عمليه صيانه؟ حوالي 20 يوم. لان نحن حلول اسعافيه، نحن شبكه الصرف الصحي لقريه شمارخ هي لقريه شمارخ فقط، عند وجود مخيم الريان بالقرب مجلس المحلي لقريه شمارخ تم تسليط شبكه الصرف الصحي لمخيم الريان والمخيمات المجاوره كلها على الصرف الصحي الموجود في قريه شمارخ. نتيجه الضغط على هذا الصرف الصحي والقساطه الضيقه التي لا تحمل هذه العباء صار يسخن بشكل دائم. نشكرك على هذه الإجابة. نتوجه إلى الجمهور، نتيح له الوقت للتحدث والكلام حول لب المشكلة. يعني أنتم كجمهور ومواطنون تقطنون داخل هذه البلدة أو حتى في البلدات القرى المجاورة، طبعا تلامسون المشكلة بشكل مباشر، وتأثيرات المشكلة السلبية أيضا تنهال عليكم بسلبياتها بشكل مباشر. لو تطلعون على بعض المشاكل التي تودون طرحها على الأستاذ رئيس المجلس فيما يتعلق بموضوع واقع شبكة الصرف الصحي. اسمي أحمد تركي، نازح من 3 سنين، قمت ببناء منزل بتليل الشام. القرية مكتظة حاليا بعدد هائل من النازحين المقيمين واللي بنوا منازل. الضغط هاد سبب أزمة بيئية غريبة. المياه، نحن مثل ما بنعرف بهي المنطقة المياه الجوفية سطحية جدا قريبة من سطح الأرض، والحفر الفنية حفر الصرف الصحي بمستوى مياه الجوفية، لها سبب التسرب واختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه الجوفية وارد جدا جدا، ونحن في حالة خطر كارثي صحي بالنسبة لمياه الشرب. مياه الشرب في السابق كانت صالحة، حاليا نحن في حالة حذر شديد من مياه الجوفية الموجودة، علما أنه الآبار غير مكلفة بالمنطقة وسهل جدا أنك تحصل على المياه الجوفية بسبب قرب المياه لسطح الأرض. طيب بالنسبة للمشكلة، أنت يعني تتحدث بلسان التحذير وما إلى ذلك، هل عانيتم فعليا من أمراض قد انتشرت بسبب ربما تسرب المياه الصرف الصحي على مياه الشرب؟ طبعا في تحذيرات كثيرة بالنسبة لموضوع المياه والأوبئة، نحن ما بنحسن نحددها على قدر الفريق الطبي الموجود، ولكن كلنا بحالة حذر شديد، لأن بنعرف المياه، تخيل الرقعة، رقعة الأرض صغيرة جدا، بالمقابل البعد بين البير والحفرة الصرف الصحي ما بتبلغ أمتار قليلة، يعني 10 أمتار أو 12 متر. شكرا. أيضا أحد آخر يود الإضافة أو التعقيب حول النقاط التي قد تحدث عنها الأستاذ حسين، أو حتى طرح مشكلة جديدة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الكريم من قرية شمارخ. نحن بنعاني من صرف الصحي يعني بقرية شمارخ، والقساط المزاخمة وتلوث وكذا، والمجلس صلح كم مرة كذا وما في الإمكانيات أنه يقوم فيها المجلس، وبده مساعدة كمان أنه شيء يساعد المجلس أنه يقوم بالعمل أنه الصرف الصحي. طيب عفوا، أدخلنا في لب المشكلة، أين هي تكمن المشكلة وأين هي الشكوى التي تود طرحها؟ المشكلة بالقساطل، بالزخم زاخمة بالقساطل عم تزخم وتلوث وكذا، وفي يعني يؤثر على الأمراض وكذا للأولاد وشغلات اللي هي كذا. شكرا، نكتفي إلى هذا القدر مع الجمهور الكريم، وسنعود إليكم بعد قليل، ولكن ضيق الوقت نتوجه بهذا السؤال إلى الأستاذ حسين. أستاذ حسين، أين هو دوركم كمجلس محلي؟ المواطن الأول هو نازح منذ 3 سنوات، والمواطن الثاني هو من أبناء هذه القرية، الاثنان لديهم مشاكل متفاوتة، الأولى تتعلق بواقع وتسرب مياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية، وبالتالي الأمراض المحذر منها والتي ربما بدأت بالانتشار فعليا بسبب الضغط السكاني، وأيضا المواطن ابن القرية يتحدث عن موضوع القساطل. تفضل. الأخوة المواطنين تكلموا كلام الحق وكلام الصدق، ما في عنا أي خلاف بهالكلام الذي قالوه. نحن مثل ما قلنا لكم في حالات كثيرة من المقص والتهاب معه نتيجة سوء
سوء وضع المياه نتيجة تسرب المياه الكهاريز إلى المياه السطحية. نحن هون في المنطقة لا يوجد لدينا مياه جوفية، مياه الشرب مياه سطحية وقريبة من سطح الأرض، لا تتجاوز 20 متر عن سطح الأرض. ونتيجة الضغط السكاني، نتيجة الضغط السكاني تلاقي ببقعة 200 متر مربع 3-4 جوار فنية بالإضافة 3-4 آبار مي، فأكيد راح تكون النتيجة كارثية. طيب يعني أين هو دوركم ودور الجهات الرقابية في هذه المشكلة وربما يعني بين قوسين الكارثة؟ نحن في المجلس المحلي لبلدية شمارخ قمنا بأكثر من شكوى للمنظمات الإنسانية والإغاثية والمنظمات الفاعلة على الأرض لتوفير مياه الشرب للأخوة المواطنين. لم نستطع توفير المياه الشرب لعدم تجاوب المنظمات الفاعلة على الأرض مع المجلس. طيب بالنسبة لموضوع شبكة الصرف الصحي وتحسين واقع شبكة الصرف الصحي، وأيضا موضوع يعني أنا سألته قبل قليل، كيف يتخلص المواطن من المياه الآسنة، عن طريق الشفط أم بأي طريقة؟ حاليا نحن عندنا 3 قرى، الكارثة موجودة في عندي في 3 قرى، واحدة من القرى هي شمارخ موجود فيها صرف صحي نوعا ما 10-11 أفضل من القرى الثانية، بينما عندي في قرية ليل الشام لا يوجد صرف صحي بالأساس، ونتيجة الضغط السكاني نتيجة ضغط السكان الهائل أكيد المشكلة أكبر ومشكلة كارثية يعني. طب إذن ما هو تعقيبكم حول هذه المشاكل؟ نحن أكثر من عشرات الكتب رفعنا للمنظمات وخاصة منظمة الورد فيجن أكثر من مرة، منظمة الرؤية العالمية هي الورد فيجن، أكثر من 10 مرات إجت وسوت دراسة المشروع وترفعه لتركيا وتجي الموافقة عليه ويجوا يشتغلوا ويجلونا لسنة ثانية ويرجعوا يشتغلوا ويرجعوا يتحججوا بمنظمات أخرى، وضعنا مأساوي جدا. ولكن صراحة يعني أستاذ نحن بالضبط أستاذ حسين، يعني المواطن صراحة لا يعرف المنظمات ولا يعني يريد النتيجة ولب الموضوع وحل المشكلة. نحن كمجلس محلي أجرينا موازنة لهذا المشروع ودراسة كاملة لهذا المشروع، يكلف المشروع بحدود 80,000 دولار، ولا يوجد دخل للمجلس من 100 دولار من 80,000 دولار، فكمجلس لا يستطيع، مجلس محلي بسيط. إذن إلى هذا القدر نكتفي لضيق الوقت، فسنكمل المحاور في القسم الثاني. شكرا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة حلب اليوم الفضائية، وإلى هذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام القسم الأول من هذه الحلقة من برنامج مواطن وخدمات. سنتابع في القسم الثاني ونتعرف على أبرز الحلول الإسعافية المقدمة من قبل المجلس المحلي لحل وتحسين واقع شبكة الصرف الصحي وغيرها من المواضيع الأخرى. ابقوا معنا. مئات العوائل القاطنة في تجمع شمارخ بريف حلب الشمالي يعانون من مشاكل تتعلق بواقع شبكة الصرف الصحي. تنقسم المشكلة إلى قسمين، الأول اهتراء الشبكة وعدم تقديمها للأهالي بشكل جيد، أما الثاني وهو الأكثر ضررا يكمن في قريتي طاطية وتلال الشام الواقعتين شمالي غربي شمارخ، فهاتان القريتان محرومتان من وجود شبكة صرف صحي وسط واقع أقرب ما يكون إلى المذري. الصرف الصحي عندنا سيء جدا، يعني لدرجة أنه صار يسبب أمراض للكبار والصغار، ويعني الجب اللي عم نشرب منه ماي قريب من الجورة الفنية، يعني سيء ماكن جدا سيء. تردي واقع شبكة الصرف الصحي دفع الأهالي للاستعاضة بحفر جور فنية، ما تسبب بتسرب المياه الآسنة إلى المياه الجوفية وبالتالي اختلاطها بمياه الشرب وانتشار عدد من الأمراض والحشرات والروائح الكريهة وسط شكاوى متعددة. عدنا إليكم مجددا مشاهدينا، وبعد أن تابعنا التقرير الذي قد عده فريق البرنامج متابع القسم الثاني من هذه الحلقة، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أستاذ حسين، نحن قد تابعنا التقرير وقد سمعنا عدة شكاوى، ربما الشكاوى نفسها قد وردتكم بعشرات المرات ربما، حول تخوف الناس من دخول فصل الصيف وبالتالي تأثير التأثيرات السلبية من ارتفاع الحرارة على واقع شبكة الصرف الصحي وازدياد تفاقم هذه المشكلة المتصاحبة بانتشار الروائح وأيضا الحشرات الضارة وما إلى ذلك. يعني أنتم كمجلس محلي كيف تتعاملون مع ملف الشكاوى الواردة إليكم؟ نحن
بشكل دائم. طبعا قرية تليل الشام معظم الشكاوى من قرية تليل الشام وقرية طاطي، معظم أصحاب هذه القرى والقاطنين في هذه القرى جوار فنية بسيطة قديمة، فدائما لا يوجد باستطاعتنا غير تأمين لهم الجرار كي يسحب هذه النفايات وكبها في أماكن أو في الأراضي الزراعية أو في المناطق البعيدة، فصاحب الجرار حتى يكون الأمر له أسهل في يشيلها من مكان يكبها بعده 100 متر. نحن لا ما تشوف إلا المياه السوداء أو المياه الوسخة الأسنة تمتلئ فيها الأراضي، يعني سواء هي في الجوار الفنية هي مسيئة لنا وللمياه الشرب وللشعب، وفوق الأرض مسيئة أكثر ولها ضرار. طيب ألا يوجد لديكم جهة رقابية تتابع هذه المسألة؟ في معظم سحب الجوار يكون خارج دوام المجلس. ألا تملكون هذه السلطة الإدارية؟ نملك هذه السلطة وراقبنا وعاقبنا أكثر من 10 جرارات، فالأمر كارثي. طيب بالنسبة لموضوع شبكة الصرف الصحي وواقع شبكة الصرف الصحي، يعني دعنا ندخل في موضوع مصب الصرف الصحي، أين يقع؟ كم يبعد عن منازل أهلها بالسكان؟ هل هو مجهز أم غير مجهز؟ في قرية ليل الشام معظم المشاكل الموجودة عندي في قرية ليل الشام لا يوجد صرف صحي بالأساس، كونها كانت قرية صغيرة. نعم. يعني وقد تعرض بشكل أو بآخر لتوسع عمراني ملحوظ. صحيح، نتيجة الضغط السكاني من الأخوة النازحين والهجم الشرسة للقوات النظام المجرم على البلدات ترفعت حريتان حيان هذه من أكثر من 4 سنوات، زاد عنا الضغط السكاني في هذه المنطقة، فأصبح قرية ليل الشام ما كان يتجاوز فيها عدد السكان أكثر من 200 نسمة، اليوم أكثر من 10,000 نسمة يقطنونها. صحيح. طب بالنسبة لي أنت تحدثت بأن بلدة شمارخ يوجد بها شبكة صرف صحي، ولكن كم يبعد المصب وأين يقع المصب؟ من تبدأ المصب في نهاية القرية من الجهة الشرقية على نهر كفرغان. كم يبعد عن المنازل أهلها بسكان، وهل هنالك مؤثرات سلبية بسبب هذا المصب؟ لا 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 لا, لا يوجد مؤثرات أبدا، لأنه خارج القرية، خارج حتى الحدود الإدارية للقرية المصب. المشكلة في أول القرية، عندما أنشأ مخيم الريان المياه الصرف الصحي أصبحت تصب في عندي في القرية، في منتصف القرية، في جانب الغربي من القرية، فهذه المشكلة اللي أصبحت عندي. شكرا أستاذ، نكتفي إلى هذا القدر، نعود إلى الجمهور مجددا، تأخرنا عليكم اعذرونا. المواطن هنا لديه تعقيب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المواطن عبد المنعم العبد الكريم نازح طبعا في قرية ليل الشام. بداية يعني أشكر المجلس المحلي في شمارخ وأشكر قناة حلب اليوم، يعني التي أتاحت لنا المجال لإيصال صوتنا إن شاء الله من أكرمكم الله من أجل حل المشكلة التي نعاني منها في قرية ليل الشام. نحن من النازحين في قرية ليل الشام من الحي الذي أحدث للنازحين طبعا بجهود شخصية بالنسبة للأراضي، إلا أننا نعاني من موضوع الصرف الصحي أكثر. طبعا الشعب السوري في معاناة دائمة والمعاناة كبيرة، إلا أن هذه المعاناة بالنسبة للصرف الصحي هي من أولى الأولويات التي نعاني منها. ونحن بلغنا المجلس المحلي بالنسبة للموضوع الصرف الصحي، ترحيله، المخلفات والأمراض التي تنتج عنه، والمعاناة عمال تستمر معنا صيفا شتاء. فالمجلس المحلي استجاب كذا مرة وقال أنه عسى الله، عمال الراسل منظمات، عمال نشوف حدا يعني بلكي ساعدنا على هذا الموضوع، فما آل جهدا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المعاناة اللي عنا عمال تصير صيفا وشتاء. في الشتاء هذه الجور التي أحدثها أهل المنازل في منازلهم غالبا تكون مسقوفة في يعني ألواح توتية أو شوادر بسيطة، أو فلما عمال تجي أمطار الشتاء تتسرب للجورة، أحيانا تطفو هذه الجور وتسيل مع المياه تبع الأمطار، فتكون في الشوارع، تكون في كل مكان، في أي مكان.
أيضا تفضل المواطن. المواطن أحمد طالب نازح، نعاني من عدة مشاكل موجودة لدينا هون بهالنزوح اللي نحن موجودين فيه. بالنسبة للصرف الصحي اللي حضرتك تكلمت عنه، يعني صرف صار وباء علينا من ناحية الجوار العشوائية وعدم التنظيم فيها، وتغطيتها بعبارة عن ما قال الأستاذ صاج أو غطى نايلو، فهذا الأمر عم يسبب لنا أمراض. ومن عدا الماء اليوم تلوثت 70% من المياه اللي عم نشربها اليوم نحن وأطفالنا اليوم متلوثة. دعينا المنظمات كثير لهالموضوع هذا اللي عم نعاني فيه، ومن ضمنه المجلس المحلي تبع شمارخ، لكن المجلس المحلي ما عنده إمكانيات لهالأمر هذا. فندعو كافة المنظمات الإنسانية لهالأمر هذا حتى تقوم بهالعمل هذا، الصرف الصحي اللي موجود لدينا نحن بكثافة سكانية حالياً بتليل الشام، وكليتنا اليوم نازحين، ما عندنا القدرة لعمل جوار منظمة أو مجارير منظمة. فالأمر متطلب من المنظمات الإنسانية هالعمل هذا، باعتبار نحن محسوبين على المنظمات الإنسانية التي تدعي بالإنسانية حقيقة أخي علاء، التي تدعي بالإنسانية. اليوم أطفالنا نحن بالصيف نعاني من الذباب، من الأمراض، نعاني من كل شيء. وصراحة شكرا لهذا الكلام النابع من القلب، شكرا لكل الجمهور الموجود معنا. آلام كثيرة صراحة، وكل كلمة تدل على ألف كلمة وألم في داخل المواطنين الذين قد تحدثوا حول المشاكل. لا أدري ماذا أقول لك، يعني كمجلس محلي أرجع أعود، يعني أرجع وأعود وأكرر، أنتم كمجلس محلي هل ستبقى شماعة أننا قد تواصلنا مع منظمات، المنظمات لا تستجيب، هل ستبقى هذه وهي العذر أم أنه يوجد حلول أخرى، ربما كأسعافية، ربما كجباية، ربما كعمل شعبي؟ تفضل. الله يبارك فيك. طبعا الأخوة المواطنين ما تكلموا غير الحق، كلامهم كله حق ومطلب حق، لكن نحن كمجلس محلي لا يوجد لدينا أي إمكانيات بفقدان الراعي والضامن الأساسي والدعم الأساسي للمجلس. لا يوجد لدينا أي داعم أساسي للمجلس بالمشاريع الضخمة المحتاجة هذه المنطقة. البنى التحتية، لا يوجد لدينا أي مشروع للبنى التحتية، وعنا استطاع أن نقوم بأي مشروع. نحن راسلنا معظم المنظمات الفاعلة على الأرض، لا يوجد منظمة في الريف الشمالي والغربي إلا ما توجهت كتب من المجلس باتجاهها، سواء كان كتب إلكترونية أو كتب ورقية أو كتب باليد. في ضوء هذه المشاكل الكثيرة والمؤلمة صراحة، أترك لكم كلمة أخيرة، ماذا توجهون عبر منبر قناة حلب اليوم لكل المنظمات التي تشاهدكم ولكل المعنيين بما يخص الواقع الخدمي في هذه القرية؟ الله يبارك فيكم والله يجزيكم خير، ونشكركم اللي من خلالكم راح نقدر نوصل صوتنا للناس حتى يسمعوا ويشاهدوا ويعيشوا معاناتنا الحقيقية. نحن نناشد المنظمات الإنسانية والمنظمات الإغاثية والمنظمات الفعالة على الأرض، كل المنظمات نناشدها من أعماق قلوبنا أن تعمل بشكل جدي على خدمة الناس والأطفال والأخوة النازحين وأهل القرى والمواطنين. شكرا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة حلب اليوم الفضائية، وإلى هذا القدر نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مواطن وخدمات. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيف الحلقة الأستاذ حسين خلف رئيس المجلس المحلي لتجمع شمارخ، والشكر أيضا للجمهور الكريم للمشاركة والحضور، والشكر الأكبر إليكم مشاهدينا لحسن إصغائكم ومتابعتكم. برنامج مواطن وخدمات منكم وإليكم، لا تترددوا في التواصل على المعرفات الظاهرة أسفل الشاشة، ومن هنا إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، دمتم برعاية الله وحفظه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.